والله أنا دا أحكي مو نيابة عني، دا أحكي عن المتقاعدين كلهم. والله أنا قبل شوية حكيت بموضوع المتقاعدين وغيرها. شنو الوضعية من أني قرار مجلس وزراء يصدر بتوزيع الأراضي للمتقاعدين؟ نعم. يلفوها البلديات ويضموها يذبوها جيعان. بالنسبة بغداد أنا ما أحكي عن بغداد، مثلا أنا مسقط راسي كركوك. زين. كركوك مليانة جيعان، وأني بالنسبة لي 35 سنة قضيتها بمرور العامة، طلعت إيد لي ورا وإيد لي قدام. قالوا أنت الكراد بوقتها مجلس قيادة الثورة يقول أنت كردي ما يشملك بكركوك، بغداد يقول لك أنت 57 ما عندك، وطلعنا كل شيء ما حصلنا. هسه احنا فرحنا بهاي القرار مال مجلس الوزراء من سيادة السوداني، ها كل شيء ما حصلنا. ليش محافظ كركوك بالبلدية ليش ضامن المعاملات؟ ليش ما يمشي المواطنين المساكين الواقعين مثلي بكركوك؟ ليش ما حد يسأل عليه؟ ليش ما يقول وتعال انطيك ملايين الدونمات وبداخل كركوك؟ زين، بس اكو واسطات، اكو غير قضايا، اكو غير شيء تمشي تتوزع حسب الاصول. ليش احنا المتقاعدين بال 2007 طلعت تقاعد كل شيء مشملني، كل شيء منطوني، عدد 3 سنوات الاجازات متراكمه من دائرتي اخذتها خلف الله على مرور العامه. زين. ليش؟ واني اطلب من سياده محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء، اني اريد شخصيا ارجو منه اذا هاي يوصلني الحكي، واني عده مرات حكيتها اريد اقابله، عندي مشاكل بالحياه وايه، والمشاكل ما تخصني، مشاكل عامه، مشاكل تعين الشعب العراقي والناس المبتلى. الناس يعني اني كأسة اتمنى ان اواجهه واحكي له، مو نفسي اللي شفته بالمحاكم، اللي شفته بالدوائر، اللي شفته بقضايا اخرى. ليش يعني احنا متى نبقى هيك؟ شنو احنا اريد يعني واحد يحكي حكايه والناس تسمعها، اريد واحد مسؤول يسمع. اني عندي هوايه قضايا اريد اواجهه، احكي له، اخلي له النقاط، واذا طلع حكايتي كلها مو صحيحه، عندي حكايه غلط، عمي يقول لي اني اتحمل مسؤوليه الحكايات اللي اقول لها. ليش؟ كم سنه صار لها انه موضوع القطع الاراضي انتم ما توزعت لكم؟ من بشكل عام بكركوك كلكم متقاعدين؟ المتقاعدين ما استفادوا من الدوله، ما استفادوا. هو القرار مال السيد السوداني واضح، احنا ما مستفادين، ما انطونا بوقتها. زين، وبعدين 35 سنه خدمه، اني خريج اعداديه، راتبي طلع 500 ألف دينار تقاعد، بهاي ال 100 دينار الأخيرة 100 ألف دينار الأخيرة صار 600، ورا 35 سنة وخريج إعدادية، إلا يقولوا لي خريج كلية يلا تشملك إضافات. ليش إحنا المتى؟ مو بس أنا، يعني ما أحكي على نفسي. بشكل عام دا أحكي. يعني إحنا المتى نبقى هيك؟ هاي الشعب المسكين، تعال شوف هاي المناطق، شوف العالم شلون عايشة. لو نخلي يعني ما عندي وصفة أحكيها، ما عندي شيء. يعني أني أرجو منه أن يستقبل دعواي، أن أريد أواجه السيد السوداني، وعدي أشياء يعني كلها تحص المصلحة العامة. إذا عدي أني رجل إداري 35 سنة خدمت المرور العامة يشهد علي. زين، إذا أني أحكي له، إذا عدي كلمة غلط أنا أتحمل مسؤولية غلط مالتي. حشاك من الغلط. زين. حشاك من الغلط. حجي أنت وين ساكن؟ أنا ساكن هسه بكركوك. بكركوك؟ إي بكركوك. زين. إيش قد رقمك حجي؟ رقمي 0077-0136-40-51. وأنت يعني تريد تقابل دولة رئيس الوزراء؟ وزراء.